بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. كيف حالك؟ من فين؟ شيشان مسلم. شيشان مسلم. انا مصري مسلم. شيشان. كيف حالك عم؟ ابتسم فيه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الله يتمني تراك والله. ربنا يحفظك يا اخي، ربنا يحفظك، ربنا يرضى عنك ويرضيك. شفت فيديوهاتك في المدينه الحمد لله، كنت مفيد لي. طيب هنا احسن ولا المدينه؟ المدينه احسن. المدينه احسن. المدينه اسعار في المدينه احسن. اسعار في المدينه احسن. رحت سوق الدوديه الجديد؟ طبعا سوق الدوديه مشيت له. من فين؟ من الجزائر. احسن ناس يا عم. انت كمان شكرا. ربنا يتقبل عمرك حبيبي يا عم. لما يلاقي متابعين مبسوطين انه قدم لهم شيء مفيد. اشتركوا اشتركوا. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. الله يبارك. حاجات جميله فعلا. الحاجه ديت هي اللي عجبتني. والساعه كام شغاله؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك يا رب، الله يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله. والمغاربه منورين. الله خير. من فين؟ انت من فين؟ يمني. يمني او العرب. الله معك. رحت المدينه ولا لسه؟ هنا ارخص ولا المدينه؟ رحت سوق الدوديه هناك؟ سوق الدوديه الجديد. سوق لا لا، سوق الدوديه الجديد نفس ده. نفس ده ما شاء الله. نفس ده بس جدا اقل. ما شاء الله جدا اقل. ايه الصعوبات اللي قابلتك في العمره؟ ما فيش ولا حاجه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل. المنفذ حقنا منفذ الوديعة ان شاء الله، ربنا يفك ان شاء الله يا رب يا رب. تمام. من مصر؟ مصر ان شاء الله. ام الدنيا الله يبارك لك يا رب. كيف العمر؟ الحمد لله نعمة كبيرة. تمام. هنا الاسواق ارخص ولا المدينه؟ وانا ما بلفش قوي والله، بس يعني هو قالوا هنا كويس وحاجه مستفاده للاولاد يعني. بس ربنا يبارك لك. ايه الصعوبات اللي قابلتك هنا؟ ولا اي حاجه الحمد لله، ربنا يبارك لك. متابعين الكرام، احبابي في الله، طبتم في حفظ الله من سوق الكعكيه في مكه. هناخد جولتنا احبابي في الله ونشوف الاسعار ايه. متابعين الكرام، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويدوس زر اللايك وينشر الفيديو لتعم الفائده. حبكم في الله ودايما ابتسم، فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. من سوق الكعكيه هناخد جولتنا احبابي في الله. بسم الله ما شاء الله. هذا كم يا محمد؟ محمد الشنطه دي المشهوره طبعا 10 ريال. الدرزن كم؟ درزن 90 ريال. 90 ريال الدرزن، حبه ب 10 ريال. وهذا؟ هذا 20 ريال. الدرزن؟ هو درزن 20 ريال. وهذا؟ 5 ريال. ان شاء الله تبارك الله. في حاجات زي كده متابعين الكرام ان شاء الله. حما والكحل ده يا جماعه الدرزن كم؟ 40 ريال الدرزن. ده 40 ريال الدرزن. وعطر المسك ده 25 ريال الدرزن ده يا جماعه. 25 ريال. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب. وهذه 15 ريال يا جماعه الدرزن دي كامله كده 15 ريال. ومنها اشكال كثيره ما شاء الله. الله يبارك يا رب. ما شاء الله. وفي المجسمات كمان ما شاء الله. حاجه زي كده كم؟ 35 ريال. ودي بتنور صح؟ خمسة؟ آخر كم؟ آخر 35 كويس ما شاء الله. والصغير هذا؟ صغير 30. دي 30 ريال يا جماعة. وساعة شغل؟ يعني ساعة شغل بك. ما شاء الله الله يبارك لك، الله يبارك لك يا رب. وفي فضة صح؟ كم جرام فضة كم؟ 10 ريال. جرام الفضة 10 ريال. ممكن جرام الفضة من ده يا جماعة ب 10 ريال في أول دور في سوق الكعكية عند العسل ده ب 10 ريال
هذا دكان المحك 53 رقم تعال على طول 53 رقم تعال على طول تعال على طول. هذا يا جماعة جرام الفضة بعشرة ريال، يعني مثلا حاجة زي كده. هذا كم ممكن؟ بسم الله. لا يعني هو كم فلوس؟ 50 ريال 60 ريال ده يا جماعة. لا لا يا جماعة ان شاء الله ان شاء الله. حاجات جميلة فعلا، الحاجة دي هي اللي عجبتني. والساعة كم شغالة؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك رب. الله يبارك رب. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله والمغاربة منورين. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الله كله موجود. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اي شيء جمال فوق. درزن كم؟ هذا درزن 18 18 ريال. ايوه هذا سعر الجمله دكان سعر. أيوة. الجمله سعر الجمله ايوه مظبوط. في 18 في 15 هذا برضو 10 ريال هذا 10 ريال 10 ريال. درزن 10 ريال هذا برضو 10 ريال هذا 15 ريال مظبوط. سعر كله كويس. في بنازل في 8 ريال 10 ريال 15 ريال مشكل. طب درزن دي كامله كده كام؟ ايوه درزن 70 80 من 70 ريال مختلف الوان. اه مختلف سعر ان شاء الله. موجود فيها تراث موجود فيها 15 ريال 20 ريال. مسك الصبايا ده بكم؟ هذا مسك الصبايا هذا رقم 2 15 رقم اصلي 25 ريال 25 ريال الاصلي رقم وسط 20 ريال 20 25 25 مختلف ان شاء الله. الله يبارك الله يبارك لك ان شاء الله. الله يبارك ايوه. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. متابعين الكرام حاجات جميله في كل المحلات طبعا بالدرزن في كل المحلات بالدرزن. احباب الله درزن كم دي؟ هذا 45 ريال 45 ريال 12 حبه ب 45 ريال. ايوه 45 ريال هذا. وفي كمان حاجات زي كده المرايه دي. هذا مرايه هذا فوز مرايه هذا غالي مظبوط. هذا سعر الجملة 70 ريال 70 ريال يا جماعة. ايوه مظبوط. هذا رهيب هذا 45 ريال 45 ريال درزن. ايوه هذا 45 دي المراية يا جماعة دي المراية. أيوة برضه مراية ممكن فوق واحد حبة كله مراية. شوف هذا مراية شبكة درزن كم؟ درزن هذا 45 ريال 45 ريال حبة 45 حبة 5 ريال 5 ريال. أيوة. الله يبارك لك يا رب. ايوه ان شاء الله. في صباحة في كحل في الكحل كمان. أيوة. يا جماعة درزن الكحل دي كم؟ هذا درزنين هذا درزنين 80 ريال 80 ريال. ايوه في درزنين 80 ريال. ايوه درزن الكحل ده يا جماعه موجود. في درزن كم؟ ايوه في 40 ريال 40 ريال مظبوط. الله يبارك لك يا في كلمات حجيه في الفوزلين ده. ايوه في درزن 30 ريال درزن 30 ريال. ايوه حبه 5 ريال. ايوه هذا درزن. ايوه هذا درزن 25 25 ريال حبه 3 ريال. الحبه 3 ريال يا جماعه ما شاء الله. سعر الجمله كله سعر. في تعليقات زي كده. هذا شوف هذا حب 10 ريال مظبوط. حب 10 ريال درزن 80 90 ما شاء الله. الله يبارك لك. يلا طيب ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لا تفكوا لا تفكوا يا اخويا. 5 ريال 5 ودي كمان مفروض ما شاء الله دي 99 حبه. ايوه هذا حجر هذا دي حجر. ايوه كم هذا؟ اصلي كم؟ هذا في 30 ريال 30 ريال برا بيو زياده هذا ما شاء الله جمله كله سعر رخيص. الله يبارك لك الله يبارك لك. الله يبارك ان شاء الله ما شاء الله احبابي في الله. فعليا سوق ما شاء الله تبارك الرحمن. الحبة كم؟ ثلاث حبات 7 ريال. ثلاث حبات من دي 7 ريال. انت من فين؟ انت من فين؟ يمني. يمني او العرب. الله يمعك. رحت المدينة ولا لسه؟ هنا ارخص ولا المدينه؟ رحت سوق الدوديه هناك؟ الدوديه الجديد. لا لا سوق الدوديه الجديد نفس ده نفس ده ما شاء الله نفس ده. بس جدا اقل ما شاء الله. جدا اقل. ايه الصعوبات اللي قابلتك في العمره؟ ما فيش ولا حاجه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ربنا يتقبل. ربنا المنفذ حقنا منفذ الوديعة ان شاء الله ربنا يفكك ان شاء الله يا رب يا رب حبيبي يا عم.
بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. متابعين الكرام، يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب يا جماعه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيب رسول الله. احنا في سوق الدقوديه متابعين الكرام، او سوق الكعكيه في مكه ما شاء الله. في حاجات زي كده بكام ده يا شيخ؟ بخمسة ريال ان شاء الله. كمان تعليقات زي كده على كم؟ خمسة ريال برضه يا جماعة. اخبارك ايه؟ تمام؟ من مصر؟ مصر ام الدنيا. الله يبارك لك يا رب. كيف العمر؟ الحمد لله نعمة كبيرة. تمام؟ هنا الاسواق ارخص ولا المدينة؟ وانا ما بلفش قوي والله، بس يعني هو قالوا هنا كويس، هنا حاجة مستفيدة للأولاد يعني، بس ربنا يبارك لك. ايه الصعوبات اللي قابلتك هنا؟ ولا أي حاجة. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يبارك لك حبيبي. كمان موجود ساعات الحاجات الجميله دي على كم؟ 10 من 10 ريال احبابي في الله ان شاء الله. وكمان التعليقات دي على كم؟ من 15 ريال احبابي في الله. ساعات جميله جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، فعليا حاجه جميله زي كده، منها ساعه ومنها اكسسوار جميل برضه. الدرزن كم؟ الدرزن 100 ريال. 100 ريال الدرزن يا جماعة. هذه على اليوتيوب. أنا في حاجات زي كده برضو. دي على كم؟ على 10 ريال. على 10 ريال أحبابي في الله. 10 ريال من 10 ريال. ما شاء الله تبارك الرحمن. متابعين الكرام، يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجات الروعة دي برضو على كم دي؟ على 10 ريال. على 10 ريال أحبابي في الله. والدرزن؟ الدرزن 90. الدرزن على 90 ريال أحبابي في الله. طبعا لو أنت هتاخد هدايا كتير فتاخد درزن أفضل لك، توزع على كل أحبابك وكل معارفك وحاجات جميلة. وده على كم؟ 5 ريال. 5 ريال أحبابي في الله. والحاجات الجميلة دي على كم؟ على 5 ريال. على 5 ريال برضه متابعيني الكرام إن شاء الله. والحاجات دي من 10 ريال أحبابي في الله ما شاء الله. 10 ريال دي. وفي حاجات كمان بالدرزن يا جماعة من 50 ريال و90 ريال الدرزن كامل طبعا. من 10 ريال أحبابي في الله. اللون ما بيروحش ده، يعني يعتبر بديل الذهب ده. على 10 ريال متابعين الكرام أحبابي في الله، يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. فالسوق فعليا يا جماعة جميل، وأحسن حاجة فيه هو كل شيء فيه جملة. متابعين الكرام على كم؟ 5 ريال. من 5 ريال. من 5 ريال. وفي كمان شنط جميلة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، حياة شيك زي كده على كم؟ 20 ريال. من 20 ريال أحبابي في الله ما شاء الله. حاجة جميلة هي برضو، تنفع هدية جميلة ما شاء الله. والدرزن كم؟ الدرزن 150 ريال. وده نفس السعر برضه. في الحاجات السواري دي من 50 ريال أحبابي في الله. الله يبارك يا رب. الله يبارك. أنا حاجة زي كده ما شاء الله تبارك الرحمن، افتحها كده ما شاء الله، حاجة جميلة برضه ما شاء الله تبارك الرحمن. وليها التعليقة بتاعتها يا جماعة، يعني هي مش على قد بس اليد دي، لا ليها التعليقة بتاعتها كمان.
الدرجة بتاعتها كم؟ الحبة 45 ريال يا جماعة. والدرزن بالحب. كيف حالك يا عم؟ اخبارك ايه؟ كمان حاجات زي كده متابعين الكرام. على كم دي؟ هذه 50 ريال. 50 ريال دي والحاجات دي 30 ريال واللي فوق؟ اللي فوق 50. 50 ريال احبابي في الله. واللي تحت دي؟ هذه 50. 50 ريال يا جماعه دي. ما شاء الله. الله يبارك لك يا عمي. وطبعا الخاتم اللي هو الجديد ده طبعا ب40. تطبيق طبعا ب40 ريال يا جماعه، ومنه الوان كثيره ان شاء الله. الله يبارك لك يا اخي. ما شاء الله. دي الوانه يا جماعه الموجوده هي مقاسات تجي هنا ما شاء الله. والمقاس كمان موجود، مقاسات مختلفه. المقاس موجود هنا مقاس عيني ب45 ريال صح؟ أيوة. واخر كم طيب؟ لو واحد عايز كميه 40 ريال. 40 ده مقاس سعره 50. الله يبارك لك يا اخي. والاطقم دي هذه 55 ريال و60 ريال على حسب نوع الحاجه. متابعين الكرام احبابي في الله، في حاجات زي كده برضو. على كم هذه؟ هندي. هذه اربع حبات. اربع حبات، كل اربع حبات لحالهم. ايوه كل اربع حبات ب50 ريال. ب50 ريال ضو عليها ضمان. بس هذه دي يا جماعه عليها ضمان اهي ب50 ريال الاربع حبات. الله يبارك لك عمي. كمان الحاجات الجميلة دي على 10 ريال. ودي كمان الحبة على 10 ريال. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيب رسول الله. وده على 20 ريال. ودي على 40 ريال. ان شاء الله. الجمال ده يا جماعة. شايفين السوق؟ شايفين السوق ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وده بقى بالنسبة للبخور. البخور برضو هنشوف اسعار البخور هنا برضو قد ايه. محمد محمد كم؟ هذا كيلو حياك حبيبي 40 ريال كيلو. كيلو 40 ريال يا جماعه. وده هذا كيلو 100 ريال. الكيلو 100 ريال. والهيل كيلو 110. ان شاء الله تبارك الرحمن. والكح 60 ريال الكيلو. الكحل ب 60 ريال يا جماعه ان شاء الله. بص يا شيخ دقيقه بس معايا. ابتسم فيه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الله يتمني تراك والله. ربنا يحفظك يا اخي. ربنا يحفظك. ربنا يرضى عنك ويرضيك. شفت فيديوهاتك في المدينه الحمد لله. مفيد لي. طيب هنا احسن ولا المدينه؟ المدينه احسن. المدينه احسن. المدينه احسن. اسعار في المدينه احسن. اسعار في المدينه احسن. رحت سوق الدوديه الجديد؟ طبعا سوق الدوديه مشيت له. انت من فين؟ من الجزائر. احسن ناس يا عم. انت كمان ربنا يتقبل عمرتك. ربنا يتقبل عمرتك حبيبي يا عم. الله يخليك.
الله يبارك لك. اللهم بارك. اللهم بارك. الله يحفظك. الله يحفظك عمي. الله يخليك عمي. والله كنت لنا سند والله. كنت لنا سند حبيبي. شكرا على الجزء. الواحد بيتبسط لما يلاقي متابعين مبسوطين انه قدم لهم شيء مفيد. اشتركوا اشتركوا. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. الله يسعدك. السعودية تقول لي كان إيمان هي مصر أم الدنيا. مصر أم الدنيا. أم الدنيا وأبو الدنيا كل حاجة. ما شاء الله. مصر. مصر.